الحديث الذي بعده حديث 253، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل البيت. بقي مسألة بس يبدو أن يعني وقفنا عليها عند الأذان، مسألة تضعيف الصلاة، تضعيف الصلاة، مضاعفة أجر الصلاة، هل هي خاصة بالكعبة أم هي عام مسجد الكعبة أم هي عامة؟ الذي يفتي به كما ذكر شيخنا الله يجعله في الجنة الشيخ بن باز وجمع بأنها عامة لكل منطقة الحرم، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد بات في المسجد الحرام، يعني لما أسري به ما كان نائم في المسجد عليه الصلاة والسلام، كان قد نام في بيت آخر في مكة، ثم أسري به من هذا البيت، ومع ذلك قال الله تعالى من المسجد الحرام، فسمى كل الحرم مسجدا مع أنه بيت من البيوت ليس مصلى. وكذلك ما جاء عن عدد من السلف، يعني ابن عمر مثلا كان قد إذا جاء إلى مكة ينصب خيمته التي يصلي فيها في داخل الحرم، وينصب بيته في خارج الحرم على الحدود مباشرة، يعني فيقول الصلاة فيه أعظم لكن الصلاة فيه أفضل لكن السيئة فيه أعظم، يعني يخشى وهو في داخل بيته أن يقع معصية منها أو من أحد أولاده، فيريدها أن تقع في منطقة الحل، يقول لكن إذا أردت أن يصلي أدخل منطقة الحرم، فهو ينصبه على الحدود يعني، ونحو ذلك من الأدلة. بعض العلم يقول لا، بل التضعيف خاص بالمسجد الحرم نفسه المصلى، ويستدلون بما جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد الكعبة تفضل الصلاة في مسجد هذا إلى آخره أو في غيره من المسجد، فسماه مسجد الكعبة، قالوا لذلك يقال حدود الحرم فقط. والصحيح أن الصلاة مضاعفة في كل منطقة الحرم، وفضل الله واسع، فضل الله واسع، وبالتالي مهما وسع الحرم يبقى أن الفضيلة لك إذا أردت أنك تصلي الاقتراب من الإمام، الاقتراب من الإمام، أنك تصلي في الصف رقم 20 عن الإمام، رقم 40، رقم 50، لكن لو صليت في الصف رقم 400 ما عليك بأس ما دام الصفوف متصلة، لكن يبقى مسألة الاقتراب من الإمام بس. ولذلك التوسعة اليوم التي حصلت سواء في الأدوار العليا أو التوسعة الكبيرة اللي لا تزال اليوم يشتغل فيها، مهما صليت في أي من هذه التوسعة تنال الفضل بإذن الله أنها بمئة ألف صلاة، لكن يبقى كما تقدم القرب من الإمام عند الصلاة أفضل، تصلي في الصف الثاني الثالث الرابع الأول هذا أفضل طبعا، لكن لو ما تيسر لك وصليت في أي موضع ما عليك بأس إن شاء الله. الحديث 253 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، وهذا الذي تقدم قبل قليل قلت إنه سيأتي توضيح كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال طلعوا الأصنام أول، أبى أن يدخل البيت، يدخل الكعبة وفيه الآلهة، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت فمحيت، فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، والله لقد علموا أنهم لم يستقسم بالأزلام قط، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة. ابن عباس طبعا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، وهو أنه لما دخل صلى الله عليه وسلم قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، الآلهة جمع إله طبعا الذي يزعمونه هم، وكانت على صور شتى، كانت أصنام على صور متعددة فيها اللات والعزة ومنات وهبل وغيره، وبعضها على صور أشخاص وبعضها ليست على صور أشخاص ونحو ذلك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها. وكانت قريش قد جعلت حول الكعبة 360 صنما، تجعل لكل صنم يوم من أيام السنة
تعبده فيه. والأصنام المعظمة تجعل لها يومين. الأصنام المعظمة يعني اللات والعزة مثلا أعظم من بقية الآلهة، وبالتالي يجعلون لها مزيدا من العبادة أكثر من العبادة للأصنام الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يدخل إلى البيت إلى داخل الكعبة وفيه هذه الأصنام. تقدم معنا أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن جبريل لا يدخل والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وبالتالي لا يريد صلى الله عليه وسلم ملائكة أن تفارقه إذا دخل إلى داخل المكان الكعبة اللي حوله الأصنام، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بها أن تخرج. في رواية عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم نزل بالبطحاء قبل ما يصل إلى مكة، نزل بالبطحاء وأرسل عمر إلى الكعبة وأمره أن يمحو كل صورة فيها، وبالتالي دخل عمر وطلع الأصنام اللي موجودة وأخرج الصور ومحى ما كان موجودا من صور. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، الحديث اللي تقدم معنا ناقة القصواء، وجاء ودخل، القصة التي تقدمت. وفي هذا أيضا أن العالم أو الرجل الفاضل ينبغي عليه أن يجتنب أماكن الباطل وأن لا يشهد مجالس الزور. النبي صلى الله عليه وسلم كرم نفسه لا يدخل مكان فيه أصنام، فلو دخل الإنسان بعض الأماكن مثلا للدعوة أو للحوار أو لما شابه ذلك هذا ليس فيه بأس. يعني لو واحد دخل مثلا قيل له ترى هذا مكان فيه رقص وخمر وكذا وفي عدد من المسلمين، وقال طيب أنا بدخل بألقي عليهم نصيحة وبطلع، فدخل وقال اتقوا الله لا يجوز اجتماع في هذا المكان خافوا الله ونحو ذلك وخرج، فهذا ليس عليه بأس. أما أن يدخل هكذا على سبيل مثلا الانبساط والسرور هذا لا يليق به. وأذكر قصة لطيفة يعني لا بأس أن نذكرها نملح بها المجلس، ذكرها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بعنوان شيخ في مرقص. ذكر بأن إمام مسجد لاحظ أن الناس في بعض الليالي يقل عددهم في المسجد، فسأل قالوا يا شيخ هؤلاء يذهبون إلى المرقص. قال إيش يعني مرقص؟ قالوا مكان يكون فيه نساء يرقصون وكذا والناس يذهبون للنظر إليهن. قال طيب حرام، هؤلاء مصلين. قالوا طيب هؤلاء يعني يقعون فيها المنكر. فقال الشيخ إني سأذهب إليهم. قالوا يا شيخ ما يدخلك صاحب المرقص أصلا، ما يوافق أنك تدخل. فذهب الشيخ إلى صاحب المرقص وقال له أنت كم تكسب في الليلة؟ قال أنا أكسب كذا من المال. قال أنا بعطيك هذا المال لليلة كاملة ولا تأتي براقصات في ذلك في تلك الليلة، أنا سآتي وأقف على المنصة وأتكلم مع الناس بما أريد. وفعلا أغلقوا الستار والناس اجتمعوا ينتظرون يعني أن تفتح الستار ويعني يأتي الراقصات اللي تعودوا كل يوم كل ليلة. فلما ترقب الناس وفتح الباب فعلا فتح الستار وإذا الشيخ بوقاره جالس، فعرفه بعضهم وأنكره بعضهم، يعني بعض الناس عرف أن هذا الشيخ إمام مسجدهم وبعضهم ما أدرك هذا، ما وقع في نفسه أنه هو. ثم وعظهم وذكرهم وخوفهم من الله ولا يجوز يعني غشيان مثل هذه الأماكن ونحو ذلك من الوعظ يعني، وتأثر كثير منهم إلى آخر ما ذكر الشيخ الطنطاوي. فالمقصود أن الإنسان يبتعد عن هالأماكن، لكن إذا كان في مصلحة وغلب على ظنه أنه يؤثر ونحو ذلك فدخل بمقدار الحاجة وخرج منها وكان بإذن الله يغلب على ظنه أنه لا يتأثر يعني وألا يعني وأن قلبه لا يميل إلى مثل هالأمور، فلا بأس عليه إن شاء الله في هذا. يقول فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت فمحيت فوجد فيه لما وصل وإذا الصور برا فهو يراها ينظر إليها في الخارج، فإذا فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال صلى الله عليه وسلم أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أو قال لا تدخل بيتا فيه صورة. طيب كيف يتكلم عن قريش يتكلم عن كفار، كيف جاءتهم هذه المعلومة؟ قريش كان عندها بقايا من دين إبراهيم، ولذلك كانت قريش وهم كفار يختتنون
مع أن النصارى ونحوهم اليهود، واليهود كانوا يختتنون، النصارى ما كانوا يختتنون، يعني لم يكن الختان مشهورا، ومع ذلك كان قريش تختتن، كانوا يحرمون ذوات المحارم. قريش وهم كفار لا يمكن يتزوج أخته أو يتزوج ابنته أو يتزوج أمه أو يتزوج عمته وخالته ونحو ذلك، كانوا يحرمون ذوات المحارم من بقايا دين إبراهيم الذي بقي عندهم. كانوا يخرجون إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، وإن كانت طريقة خروجهم في الحج تختلف في توقيتها وفي الشعائر التي تقام، لكن مع ذلك عندهم هذه الأصول من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. عندهم بعض المخالفات، يعني كانوا يحرمون جميع المحارم إلا زوجة الأب، يرثها الابن ويتزوجها، فقال الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلى آخره، والجمع بين الأختين كان موجودا عندهم. أما أن يتزوج أخته، يتزوج بنته، هذا ما كان موجودا، كان حرام، لأنه من بقايا دين إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هم يعلمون قريش أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، كيف يجعلونها في الكعبة وعندهم المعلومة من بقايا دين إبراهيم؟ فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، والأزلام جمع زلم كما تقدم، وهو قدح صحن يكتبون في بعضها نهاني ربي، وفي بعض الآخر أمرني ربي، في بعضها نعم، في بعضها لا، في بعضها افعل لا تفعل. فإذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو نحو ذلك من القرارات، يعني يأتي إلى السادن المسؤول عن الأزلام ويعطي 100 درهم على كل استقسام، يعني يأتي ويقول له أنا بسافر، أنا بتزوج فلانة، شوف للآلهة ماذا تقول، يأتي ويعني يخلط الأقداح الأزلام ويطلع لي، يقول الآلهة تقول لا، طيب أنا أعشقها، أنا أريد أن يتزوجها، قال والله الآلهة تقول لا، طيب ممكن تستقسم لي مرة أخرى تشوف رأي الآلهة، تدفع 100 درهم ثاني، يعطيه 100 درهم ويعمل له القرعة مرة أخرى ويعطيه حتى يطلع اللي في رأسه أحيانا وينفذه. يعني هم كانوا يعتقدونها، حتى إذا شكوا في نسب أحد يأتون به، إذا شكوا في نسبه يأتون به إلى الآلهة، ولذلك صار مشاكل، فيأتون إلى الآلهة ويقولون للآلهة هل هذا يا آلهة هو فعلا من آل فلان أم أنه ملحق بهم، هل هذا ولد فلان أم أن أمه كذبت ما هو بولده، يلا يا آلهة، ويطلع القدح نعم، انطلع نعم مشت حياته، وانطلع لا دمروا حياته. ذلك كانوا يعني يتعبث بهم هذه الأصنام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوما وكان في واحد من الصحابة عبد الله بن حذافة يعاني من أيام الجاهلية أنهم يشككون في نسبه لأبيه، وهو رجل شريف، لكن كانوا إذا عيروه من أيام الجاهلية يقولون أنت لست ولد حذافة، أنت ملحق بأبيك، أنت أمك كذبت ونحو ذلك، فكان يتألم من مثل هذا، وكل من سببها الأزلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يوما يخطب، وسأله بعضهم عن بعض المسائل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام على المنبر وقال سلوني سلوني، وهو غضبان. فقام عبد الله بن حذافة قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. لما قال أبوك حذافة خلاص قطع الموضوع تماما، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن أبي هو فلان لا يحق لأحد أن يشكك في نسبي بعد اليوم. فكان عندهم مثل هذا التشكيك يعني في السابق. فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآها قال قاتلهم الله، قاتلهم الله بمعنى لعنهم الله كما ذكر صاحب القاموس، قال والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بالأزلام. الاستقسام كلمة مأخوذة من قسم، قسم الأرزاق، قسم الحاجات ونحو ذلك،
فهم يأتي إلى الآلهة يسألها: يا آلهة أنت ماذا تقسمين لي اليوم أني أسافر؟ تقسمين لي اليوم أني ما أسافر؟ تقسمين لي اليوم أني أتزوج فلانة؟ تقسمين لي اليوم أني أطلق ونحو ذلك؟ فسمي استقسام، يأخذ القسم أو الجهة التي توجهه إليه الآلهة. قال: لقد علموا أنهم لم يستقسم بالأزلام قط، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. يعني كيف يصورون أن يستقسم وهم يعلمون من بقايا دين إبراهيم أن إبراهيم ما كان على مثل هذه الآلهة، بل إبراهيم هو الذي حطمها عليه السلام. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه ولم يصلي حتى خرج منه. طبعا هنا ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، وبلال ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. طيب، جمع بينها الشراح، قالوا إن ابن عباس لم يحدثه بلال، إنما حدثه غيره. دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، فابن عباس ربما أنه سأل أسامة، وأسامة كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن واقفا عند رأسه أثناء الصلاة، فقال له ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقف وجلس والمكان مظلم، وخاصة الباب أغلق يعني، فهو ما يدري ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بلال فهو، فيقولون من علم حجة على من لم يعلم، المثبت مقدم على النافي. ولذلك قول ابن عباس ولم يصلي إنما فقد دعا، هو في الحقيقة عليه الصلاة والسلام دعا وصلى، لكن الذي حدث ابن عباس حدثه بالدعاء ولم يحدثه بالصلاة، لكن بلال رأى ما هو أوسع، رأى الصلاة والدعاء. حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، يعني في وجه الكعبة، وقال: هذه القبلة، هذه القبلة، يعني هذه قبلتكم استقرت فلا تغيروها. كان عندنا قبلة سابقة إلى المسجد الأقصى وغيرها ربنا جل وعلا: فلنولينك قبلة ترضاها. هذه القبلة يعني لا تغيروها ولا ينسخ أبدا، يعني كنا نستقبل المسجد الأقصى فنسخ الحكم وأصبحنا نستقبل الكعبة فلا ينسخ هذا أبدا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين، في غير رواية غير البخاري، رقى درج الكعبة مرة ثانية، وبلال واقف بين مصراعي الباب خلفه، والناس يدخلون ويخرجون، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس. وكما في المسند أحمد يقول ابن عباس: خطب وظهره عليه الصلاة والسلام إلى الملتزم. الملتزم هو ما بين باب الكعبة وما بين الحجر الأسود، إذن كان في درج للكعبة، فرقى صلى الله عليه وسلم على الدرج وخطب الناس. وذكر الأزرقي في أخبار مكة أن أول من خطب بمكة، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام خطب في مكة وكان وقف على درج الكعبة، خطب أبو بكر لما تولى يقف على درج الكعبة، خطب عمر يقف على درج الكعبة حتى يرتفع حتى يراه الناس يعني، خطب عثمان، خطب علي رضي الله عنهم جميعا. يقول الأزرقي: يقول أول من خطب على منبر في الحرم هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان قد جاء بمنبر معه من الشام لما كثر الناس، وكان يحتاج أنه يخطب في عدة مواضع، هو بيخطب الناس، ما هو اللي بيحج بالناس، كان الخليفة في وقته، فبيحج بالناس في بيخطبهم في عرفة، وربما يخطب بهم في ميناء، وربما يخطب بهم في عند الكعبة، فجاء معه بمنبر معاوية، قال: بمنبر صغير له ثلاث درجات، وكان الخلفاء والولاة قبل ذلك يخطبون الجمعة على أرجلهم قيابا في وجه الكعبة وفي الحجر، لكنه بعد ذلك بدأ يخطب، لما خطب معاوية على المنبر خلاص بقي المنبر إلى يومنا هذا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا علما وهدى.